الحركة البدائية. طبعا اليوم راح ناخذ موضوع جديد اللي هو الاقتصاد التجاري، ومثل ما أخذنا الاقتصاد البدائي اللي يتكون يعني من عدة حرف اللي هي حرفة الجمع والالتقاط أخذناها، وحرفة الصيد البدائي، وحرفة الرعي البدائي. اليوم أيضا راح نكمل موضوعنا اللي بيدينا بالمحاضرة السابقة واللي هو الاقتصاد التجاري. أكو فرق طبعا بين الاقتصاد البدائي والاقتصاد التجاري. الاقتصاد البدائي هو عبارة عن اقتصاد ليس قائما على التبادل التجاري، أو ليس قائما يعني في بيع المحاصيل التجارية سواء كانت رعوية أو صيد أسماك أو صيد حيوانات أو زراعة بدائية بيعها مقابل عملة مالية، وإنما كانت الاقتصاد البدائي كان لأسباب هو سد الرمق اليومي، أو يتم المقايضة، يعني يتم عملية التبادل عن طريق المقايضة. الاقتصاد التجاري يختلف. الاقتصاد التجاري قائم على أساس كيف تزرع مساحات من الأرض، وكيف تباع هذه المحاصيل، وكيف يجنى من ريعها العملات الصعبة لمساعدة الدولة في الحصول على ميزانية تستطيع تمويل المشاريع داخل الدولة. أولى الاقتصاد التجاري أو أول يعني أول عامل أو نقول أول وظيفة في الاقتصاد التجاري راح ناخذ الزراعة. والزراعة طبعا تقسم إلى أقسام متعددة. طبعا راح ناخذ القسم الأول اللي هو الزراعة الكثيفة. عندما نسمع بالزراعة الكثيفة فيتبادر إلى أذهاننا بأنها تكون في المناطق المزدحمة بالسكان. من نقول زراعة كثيفة معناه هناك ضغط كبير على الأراضي الزراعية، يعني ارتفاع في كثافة السكان مع صغر المساحات الزراعية. فش راح يصير؟ راح يصير ازدحام شديد أو كثافة شديدة في استعمالات الأرض المعدة للزراعة. فإذا أول شيء يتبادر إلى أذهاننا عندما نقول الزراعة الكثيفة، يتبادر إلى أذهاننا بأن هذا النمط من الزراعة هو يوجد في المناطق المزدحمة بالسكان. ليش؟ راح يصير ضغط على الأراضي الزراعية. من يصير ضغط على الأراضي الزراعية راح ترتفع قيمتها، ولذلك تستغل استغلالا أمثلا وكبيرا جدا لإنتاج أكبر كمية من المحاصيل. يعني هي على خلاف الزراعة اللي تكون تجارية أو الزراعة الواسعة اللي تكون دائما في المناطق ذات التقنيات العالية، يعني اللي تستخدمون بها المكائن أو التكنولوجيا. فالزراعة الكثيفة دائما تقام في مناطق يستعملون بها الأيدي العاملة، يعني الأيدي العاملة تحل محل الآلات الزراعية، وإنتاجها ليس بالكبير جدا أو ذات الجودة، وإنما إنتاجا محدودا. في هذا النمط من الزراعة يقل نصيب الفرد. ليش يقل نصيب الفرد؟ إذا جينا نحلل مثلا شنو السبب اللي يقل نصيب الفرد في نمط الزراعة الكثيفة؟ تقول هو نتيجة لازدحام مناطقها بالسكان وكثرة الأيدي العاملة، وبعد مقابل ذلك يقل استخدام الآلات الزراعية الحديثة. بمعنى آخر إن المزارع هو الذي يقوم بحراسة الأرض، هو يقوم بتسميدها، زراعتها، ويعني قطف الثمار، على خلاف المناطق اللي تستخدم الزراعة الواسعة أو الزراعة التجارية. هذا النمط من الزراعة موجود في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفاع الكثافة السكانية تكون عالية جدا، خصوصا في المناطق اللي موجودة في السهول الفيضية لأنهار اليانجستي والسيكان والإبراهام بوترا والسينغ والكينج. هاي المناطق اللي موجودة بين الصين وبين باكستان وبين شبه القارة الهندية أو بين الهند. الإنتاج الزراعي في هذا النمط اللي هو الزراعة الكثيفة يستخدم ليس لتصريفه، يعني لتصديره، إنما يستخدم بالدرجة الأولى
يعني لأمور محلية، يعني يستخدم لغرض يعني استهلاك محليا وليس تصديره إلى الخارج. بالإضافة إلى وجود الزراعة الكثيفة تربى الحيوانات أيضا، فيكون عندنا نوعين، نوع إنتاج زراعي ونوع إنتاج حيواني، ولكن كلا النوعين لا يعني يصدران إلى الخارج، وإنما يكون الإنتاج هو استهلاكا محليا. نأخذ النمط الثاني اللي هو الزراعة الواسعة. الزراعة الواسعة بالحقيقة هي تنتشر في مناطق تمتلك مساحات زراعية كبيرة، وتستخدم الآلات الزراعية بدلا من الأيدي العاملة، يعني عكس الزراعة الكثيفة اللي موجودة في مناطق ذات ارتفاع سكاني في مناطق جنوب شرق آسيا، خصوصا في باكستان، في الهند، في الصين، بعض أجزاء من الصين، وبعض يعني بعض الدول مثل فيتنام وكمبوديا وغيرها من المناطق اللي موجودة في جنوب شرق آسيا اللي هي ذات كثافة سكانية عالية. الزراعة الواسعة هي عبارة عن زراعة تنتشر في الأقاليم السهلية، الأقاليم ذات الأراضي الواسعة، خصوصا في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، الأرجنتين، البرازيل. هاي المناطق يسمونها العالم الجديد اللي هو أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وأستراليا. هسه هاي الدول اللي ذكرناها كلها تعتبر أو ترجع إلى قارات العالم الجديد، الولايات المتحدة وكندا في أمريكا الشمالية، أستراليا هي منعزلة، الأرجنتين والبرازيل في أمريكا الجنوبية. هذه الدول أو هذه المناطق أو مثل هذه القارات تمتلك أراضي واسعة. في هذا النمط اللي هو الزراعة الواسعة قلت لكم أنا تقل استخدام الأيدي العاملة وتكثر استخدام الآلات الزراعية، يعني الآلات الزراعية حلت محل الأيدي العاملة. يعني شوف مثلا في جنوب شرق آسيا مثلا 10 كيلومترات ممكن تحتاج إلى 200 أو 300 عامل يشتغل بها، يعني يحرث الأرض ويسمدها ويزرعها وإلى غيره. بس مثل هاي المساحة اللي هو مثلا 3 كيلوات أو 4 كيلوات متر أو 30 كيلومتر تحتاج إلى عامل واحد يدير الآلات الزراعية، يعني آلة زراعية اللي تقوم بحراسة الأرض واللي تقوم بذرها وبعدين هي اللي تقوم بحصادها. زين، شنو الاختلاف بين الاثنين؟ بين النمط الأول اللي أخذناه اللي هو الزراعة الكثيفة هذه وبين الزراعة الواسعة. الزراعة الكثيفة قلنا لكم هي عبارة عن مساحات صغيرة تنتشر في مناطق ذات ارتفاع كثافة بالسكان، وين هاي؟ قلنا في جنوب شرق آسيا. تستخدم الأيدي العاملة محل الآلات. الإنتاج الزراعي أو الحيواني لا يصدر إلى الخارج وإنما يستهلك محليا. الزراعة الواسعة لا، تنتشر في مناطق سهلية في دول أو قارات اللي هي العالم الجديد اللي تمتلك مساحات زراعية كبيرة، في كندا، الولايات المتحدة، أستراليا، الأرجنتين، البرازيل. زين، نمط في هذا النمط يحل محل الأيدي العاملة استخدام الآلات الزراعية. زين، إنتاج الزراعي يستخدم للتصدير، بينما الإنتاج الزراعي كثافة أو في الزراعة الكثيفة يستخدم للاستهلاك المحلي. هو هذا الفرق بين الاثنين. إذا أجيب لك أنا قارن بين الزراعة الكثيفة والزراعة الواسعة تقول لي هاي المقارنة اللي ذكرتها قبل قليل. وأكو شغلة ثانية بالزراعة الواسعة، إنه المزارع اللي موجودة ترتبط ارتباط مباشر بمراكز التجمع وموانئ التصدير. يعني أكو مخازن لو بالموانئ لو بمناطق اللي هي عبارة عن مناطق تتجمع فيها المحاصيل الزراعية. شلون الآن إذا نروح للسوق نشوف مثلا البرتقال المصري أو البرتقال اللي جايبيه إنه من جنوب أفريقيا اللي مسلفن أحيانا، أو الحامض اللي مسلفن الليمون، أو المشمش اللي يجي من سوريا أو يجي من إيران أو يجي من بعض الدول اللي هو معبأ في يعني في صناديق معينة. هاي كلها تجمع في مخازن وبعدين تصدر إلى الخارج. فهذا الاختلاف بين الزراعة الواسعة والزراعة الكثيفة.
نجي الى النمط الثالث بالامداد الزراعي اللي هو تابع الى يعني الانتاج او تابع الى التجاري، المهن التجاريه، الاقتصاد التجاري، الزراعه المخصصه لانتاج الالبان. هذا النوع من الزراعه بالحقيقه هو مخصص لتربيه الماشيه بانواعها. ومن نقول تربيه الماشيه طبعا هناك مزارع تزرع بعلف الحيوان، وهذه المزارع تخصص لتغذيه الماشيه وبالتالي للاستفاده من البانها ومشتقاتها. احنا نعرف الان كثير من الدول العالم كانت تعيش في اقتصادياتها على مشتقات الالبان، مثل الدنمارك في السبعينيات بدايه الثمانينيات كان الانتاج يجي من الدنمارك، العراق كانت الدوله اللي تستورد الانتاج الحيواني من الدنمارك، تستورد الالبان بمشتقاتها الجبن والحليب والى غيره والزبده والى غيره. وكان تجي ايضا اللحوم بانواعها من استراليا. استيراد يعني عالي المستوى ولا زال. كثير من الدول تعاقدت مع استراليا او الدنمارك يعني توريد او استيراد مشتقات الحليب وايضا اللحوم بانواعها المذبوحه او الحيه. اكو شغله ثانيه بالحقيقه انه دائما تكون مثل هذه الزراعه تكون قريبه من المدن. ليش قريبه من المدن؟ لانه الماده المنتجه سريعه الاستهلاك. يعني استهلاك يومي. يعني مثلا الالبان او الزبده او الجبن يؤدى من المزارع ويعرض بالاسواق ويستهلك، لان نعرف مثلا كثافه السكانيه في المدن عاليه. ودائما مثل هذه المزارع تكون في ظهير المدينه. توصلون تاخذون في المرحله الثالثه جغرافيه المدن راح تشوفون العلاقه ما بين المدينه واقليمها، هاي العلاقه هي مبنيه على انه يكون الاقليم من المدينه السله الغذائيه للمدينه. السله الغذائيه للمدينه، فنشوف دائما انه اقليم المدينه الزراعه او المساحات الزراعيه تكون باقليم المدينه حتى يستهلك الانتاج باسواق المدينه. فاذا الزراعه المخصصه لانتاج الالبان دائما تكون في اقليم المدينه. ليش؟ شنو السبب؟ السبب لان المدن تعتبر اسواق استهلاكيه للالبان والحليب ومشتقاته بعامل القرب وبعامل الاسواق اللي موجوده وبعامل ارتفاع الكثافه السكانيه اللي تستهلك يوميا مثل هذه المنتجات. النمط الرابع بالحقيقه اللي هو الزراعه العلميه. النمط الرابع اللي هو الزراعه العلميه. بالحقيقه الزراعه العلميه تختلف عن كلا اللي اخذناها. الزراعه العلميه هي عباره عن نمط حديث ظهر مع ظهور الاستعمار، ويمارس مثل هذا النمط الاقاليم المداريه والشبه المداريه. شنو السبب؟ السبب انه ظهر زياده الطلب على بعض المنتجات الزراعيه. قلت لكم انا هذا النوع من الزراعه ظهر مع الاستعمار. الاستعمار اللي استعمر دول في افريقيا ودول في امريكا الجنوبيه ودول في اسيا. فاستخدم المزارع الكبيره واستخدم الايدي العامله من السكان المحليين للزراعه والعمل في مثل هذه المزارع، وذلك لانتاج بعض المحاصيل الداخله بالصناعه. أو بإنتاج بعض المنتجات الزراعية الداخلة الصناعة، المطاط، الشاي، التوابل، جوز الهند، الكاكاو، نخيل الزيت، البن، يعني القهوة. كل هذه عبارة عن محاصيل زراعية داخلة وين؟ داخلة بالصناعة. فمثل ما قلت لكم هذا المستعمرين هم الذين أدخلوا هذا النمط من الزراعة في الدول اللي استعمروها. ليش؟ لأن موجودة مساحات زراعية كبيرة، موجودة أيدي عاملة، و المرسومة دي دخلت ما لقتش حقن معدة، جت من أكل، جت من زوجتك، جت من يعني بتيجي من كونتاكت عن طريق البوك، فجت ما لقتش حقن معدة، قامت عملت إيه؟ قامت دخلت
الغشاء المخاطي بتاعك، يعني المعده فيها غشاء مخاطي، دخلت خربت يعني عملت خرم كده ودخلت عاشت في الايه؟ تحت المخاطي. تسكت وتستهدى بالله؟ لا، تطلع حاجه اسمها امونيا، هي عندها انزيم بيحول اليوريا اللي في المعده اسمه يورين، هي مش مهم، المهم يعني بتعمل امونيا. صح. ده مركب البي اتش بتاعك الجهات المدارية في الحقيقة ليس كلها صالحة لممارسة هذا النمط من الزراعة اللي هي الزراعة العلمية. شنو السبب؟ هذا لما تجيب التعليم، شنو السبب انه اغلب الجهات المدارية غير صالحة للزراعة؟ شنو السبب؟ السبب لانه الجهات المدارية ليس كلها تسقط عليها الامطار بغزارة وبشكل مستمر طول السنة، لا، هناك جهات في بعض الاقاليم لا يسقط عليها امطار، درجات الحراره هم ايضا غير ملائمه لكثير من المحاصيل، وايضا هناك معوقات مثل السطح، صرف الماء، التربه، وعوامل في ارض الزراعه الاخرى، صعوبه المواصلات، الايدي العامله قليله، التشريعات الحكوميه صعبه احيانا. كل هذه الامور ممكن خلقت في بعض المناطق المدارية يعني مناطق غير صالحة للزراعة أو ممارسة الزراعة العلمية، لكن بعض المناطق لا، تتميز بتربة خصبة، بمساحة واسعة، بأيدي عاملة رخيصة، بمياه، توفر مياه، توفر وسائل النقل، سقوط الأمطار، درجات الحرارة مثالية، وهذا ما نلاحظه في كثير من المزارع مثل مزارع الموز، المطاط، قصب السكر، الشاي، البن، الكاكاو في بعض المناطق اللي اشتهرت فيها المزارع العلميه سواء في الولايات سواء في امريكا الشماليه او امريكا الجنوبيه او اسيا او افريقيا. هذه الخريطه هي يعني توضح لنا انه المناطق اللي كانت تنتشر فيها زراعه الزراعه العلميه. هذه هنا في امريكا يسموها يعني شمال امريكا الجنوبيه، شرق امريكا الجنوبيه، هذه برازيل، يعني مثلا الاوروغواي، بوروغواي، المكسيك، هنا شرق غرب افريقيا، شرق افريقيا، جنوب اسيا خصوصا في شبه القاره الهنديه، وسط او جنوب شرق اسيا، جنوب يعني نظام اسيا، هنا في المنطقه الشرقيه من استراليا، وهنا في الارخبيل الجزري اللي يعود الى اندونيسيا، هذه المنطقه. زين، تمتلك الشركات العالميه والناس الاغنياء التجار مزارع كبيره جدا من المزارع العلميه بمختلف ارجاء العالم. قسم عندها مخصص لزراعه قصب السكر، وقسم من انتاج الموز والمطاط، وقسم الشاي، البن، زيت النخيل، وكل هذه كل هذه الاشياء اللي اخذناها هي داخله بالصناعه. وكثر المستثمرون الاجانب للاستثمار في الزراعه في المزارع العلميه، ليش؟ لانهم راوا فيها ارباحا كبيره، خصوصا المزارع اللي اخذ الانتاج يعلم صناعات، يعني انشا صناعات التعليم وبدا الانتاج يصدر الى الخارج خصوصا الدول الناميه بكميات كبيره جدا. واحنا نشوف كثير من الدول اشتهرت، مثلا عندك سريلانكا اشتهرت بالشاي اللي هي السيلاني، الشاي السيلاني، جزيره سيلان اللي موجوده جنوب الهند هي اشتهرت بالشاي، مزارع كبيره وضخمه. القطن اشتهرت في مصر، الموز اشتهرت في اكوادور، لحد الان يجينا في العراق موز مكتوب عليه اكوادور اللي هو في امريكا الجنوبيه، وايضا هناك موز ياتي من جنوب شرق اسيا من الفلبين، وموز ياتي من دول وسط افريقيا، وهذه كلها استغلوها للانتاج الزراعي للتصدير. النمط الخامس في الحقيقه الزراعه المختلطه. عندما نقول الزراعة المختلطة فهي إنتاج زراعي مع تربية حيوانات، إنتاج زراعي مع تربية حيوانات خصوصا الأغنام والماعز والخنازير إضافة إلى الدواجن. شو الغرض من هذا الإنتاج؟ الغرض من هذا الإنتاج هو زيادة دخل المزارعين، يعني أنه أنت هناك فرق بين أنه عندك أنت موردين وعندك مورد،
من الافضل طبعا الموردين افضل، يعني هسه خلينا نقول ناخذها على مستوى الاسره، الناس اللي عندهم مثلا اربع يشتغلون، هم يعني عائله عندهم اربع يشتغلون وعائله عندهم واحد يشتغل، من الافضل؟ طبعا الاربع يشتغلون افضل، ليش؟ يزيد دخل العائله. في الزراعه المختلطه نفس الشيء، هم اكو جانبين، جانب تربيه الحيوانات وجانب المزارع. احيانا يزرعون بالزراعه المختلطه، يزرعون مثلا الذره، في بقايا الذره ليش يتركونها؟ لا، يستفادون من تربيه الحيوانات ويعطوها كعلف، وهنا راح يحصلون انه انتاج حيواني وانتاج زراعي. موجود هذا النوع من الزراعه المختلطه منتشر في كثير من دول العالم، خصوصا في اقليم البحيرات في الولايات المتحده الامريكيه، وهذا النطاق يعتبر من اكبر الأنطقة الموجودة اللي ينتج الزرع وتستخدم بقاياها كعلف للحيوانات، وأنشئت مصانع لتصنيع اللحوم المعلبة وتصديرها إلى الخارج. وعندنا أيضاً الأقاليم الزراعة المختلطة، عندنا جنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية، خاصة بالبرازيل وجنوب تشيلي، وعندنا المناطق الوسطى من الأرجنتين، وايضا في قاره اسيا حول المدن الكبرى، وعندنا باليابان، وايضا عندنا نطاق ضيق موجود في سيبيريا في روسيا، ليش؟ مدوا شبكه سكك حديديه فانتشرت حول هذه السكك انتاج زراعه مختلطه اللي هي تربيه الحيوانات وانتاج المحاصيل الزراعيه خصوصا اللي تستخدم كعلف. هذا عندنا خريطه توضح نطاق الزراعة المختلطة، هاي عندنا سيبيريا، وعندنا أوروبا، هذه في أوروبا وشمال أوروبا، عندنا في الولايات المتحدة، عندنا في أمريكا الجنوبية، عندنا في جنوب أفريقيا، وعندنا في أستراليا في الجنوب، وعندنا هنا في يعني جنوب أقصى جنوب جنوب الشرقي أو الجنوب الشرقي من سيبيريا، هاي المنطقة اللي هي تستخدم فيها الزراعة. ناخذ النمط السادس اللي هو الزراعه بالجهات الجافه. الزراعه بالجهات الجافه بالحقيقه هذا النمط يوجد في المناطق قليله الامطار، هم يسموها الزراعه بالمناطق الجافه، معناها انه مناطق قليله الامطار. فهذا النمط اذا قليله الامطار لمن يعتمدون؟ ما تحتاج الى ذكرت، يعتمدون على المياه الجوفيه خصوصا مناطق الواحات او على المياه السطحيه احيانا اللي احيانا تخترق بعض الانهار المناطق الجافه مثل نهري سيحون وجيحون في جمهوريه تركمستان اللي الان اسمه اومودوريا وسمبدوريا. فاذا بالحاله هذه المناطق الجافه لكن انتاجها ليس بالانتاج الكبير، ما يعتبر بها انتاج واسع وانتاج كبير جدا نظرا لوجود الجفاف. فاذا هذا النمط من الزراعه ينتشر في الواحات خصوصا وسط اسيا، في الصحراء الكبرى، في شمال غرب الارجنتين، في وادي السن، في شبه القاره الهنديه، في نهري دجله والفرات، مناطق اللي يمر بها دجله والفرات في العراق، بعض الأودية الصغيرة في جنوب غرب أمريكا الشمالية مثلا. وهاي المناطق تنتشر بها هذا النمط من الزراعة في الجهات الحارة وأيضا والمعتدلة خصوصا اللي تكون ملائمة لإنتاج الرز أو الأرز والذرة وقصب السكر والقطن والقمح والشعير والفواكه، بعض الفواكه وأيضا النخيل خصوصا اللي تتحمل الدرجات الحرارية العالية أحيانا. هذا الانتاج يخصص للاستهلاك المحلي، وبعضه طبعا
تصدر الى الخارج خصوصا القطن والارز، تصدر بعضها الى الخارج، ولكن بالدرجه الاولى هو انتاج يستهلك محليا. نجد الحرفه الثانيه اللي هي حرفه الصناعه. بالحقيقه الصناعه تعتبر من الحرف الحديثه، صح هي حرفه قديمه لما كان الانسان يمارس صناعه الحديد، السيوف وغيرها والالات البسيطه وعجلات العربات، ولكن الصناعه بمفهومها الحديث وكانتاج اقتصاد تجاري ظهرت في نهايه القرن التاسع عشر وبدايه القرن العشرين، وتطورت في متوسط القرن العشرين ووصلت الى ذروتها حاليا في القرن الحادي والعشرين. هذا التطور الكبير بالالات الحديثه حلت محل الايدي العامله، فاصبح الثوره في عالم التكنولوجيا تطورت معها وسائل النقل والمواصلات الحديثه والسريعه. زين، من اخترعوا الاله طبعا حصلت قفزات صناعيه كبيره، وهذه القفزات الصناعيه الكبيره لحد يعني قد كانوا يستخدمون الطرق واحيانا استخدام الذره يعني الطاقه النوويه لاداره كثير من المصانع. فاذا الصناعه تطورت مع التطور التدريجي لظهور وتطور الاله، وحولت الانسان من حياه زراعيه ريفيه الى حياه مدنيه صناعيه. من ظهرة الصناعة ظهر هناك طبقة، هذه الطبقة عندهم يمتلكون رؤوس الأموال، لأن أسسوا مصانع وأسسوا مشاريع صناعية، فأصبحوا من ذوات رؤوس الأموال على اعتبارهم أصبحوا هم الذين يتحكمون في إدارة المشاريع الصناعية الكبرى بالعالم. هناك شيء آخر يقال بأن قيام الصناعة مرتبط ارتباطا كبيرا بوجود المدن الكبرى. المجتمع الصناعي اصبح متمثلا بالمدينه وليس القريه. عندما نقول الصناعه نقول المدينه، وعندما نقول الزراعه نقول الريف. فاذا الصناعه ارتبطت بالمدينه ولم ترتبط بالريف. ولذلك نلاحظ انه بعد اكتشاف الزراعه وبعد توسع المدن حصل هناك نوع من الهجره. هاي الهجره قامت من الريف واتجهت الى المدينه، ليش؟ لان اصبحت المدينه تكثر فيها الخدمات، اصبحت المدينه فيها يعني فيها نقدر نقول عمل اكثر من الريف الذي اصبح بارد للسكان، والمدينه جاذبه للسكان، وهذه الهجره ما بين الريف والمدينه اصبح في بعض الدول نوع من الخلل. ما بين الانتاج الزراعي لانه كثير من الايدي العامله اللي كانت تعمل بالريف هاجرت الى المدينه واصبح الانتاج الزراعي قليل مثل ما موجود عندنا الان في العراق، كثير من الايدي العامله اللي كانت بالزراعه تركت الزراعه وحولت الاراضي الصالحه للزراعه الى اراضي سكنيه، واضفت كثير من البساتين خصوصا بساتين النخيل وغيرها وحولت الى سكن عشوائي. مقومات الصناعة عندنا مقومات طبيعية ومقومات بشرية. لكي تكون الصناعة يعني درجة عالية عندنا المقومات الطبيعية. أولى هاي المقومات الطبيعية هو الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي يعتبر من أفضل العوامل اللي ساعدت على توطن الصناعات. لأن الصناعات دائما ما تقام في مناطق بعيدة عن المدينة أو عن تصدير الموانع أو عن طرق النقل، وأيضاً يجب أن تكون الموقع يكون قريب من المادة الأولية، سواء كانت هذه المادة الأولية كطاقة أو المادة الأولية داخلة بالصناعة. ليش؟ لأن يعني عندنا إحنا مبدأ راح تأخذونه بجغرافية النقل، كلما طالت المسافة بين الموقع الصناعي وبين المادة الأولية ارتفع سرعة أو ارتفعت المادة المنتجة. ليش؟ لأن النقل راح يحمل البضاعة المنتجة، لأنه النقل إذا كانت المسافة طويلة راح يكون أكثر قيمة، وإذا
إذا كانت المسافة قليلة تنخفض النقل، وإذا انخفضت دور النقل معناها انخفضت انخفض سعر المادة المنتجة. فلذلك نلاحظ أن هناك ارتباط بين الأقاليم الصناعية والمناطق المجاورة المربوطة بين المناطق الصناعية والمناطق المجاورة بطرق نقل جيدة. ليش حتى تقلوا بالفعل السلعة أثناء تصنيعها؟ عندنا شيء آخر، أنه لكي تقام الصناعة أكو هناك عوامل مهمة، هو لازم أكو السوق. يعني حتى أنت تستطيع مستثمر تبني مصنع بس تبني بالصحراء، يجب أن يكون هناك سوقاً لتصريف البضائع، وإلا أنت من تصنع وين تودي البضاعة مالتك؟ ذبح الشط مثلاً؟ لازم أكو سوق لتصريف البضائع. موقع الإقليم الصناعي يوثق على تطور وهذا التطور قائم على أساس الاستيراد والتصدير، قائم على أساس الاستيراد والتصدير. دائما الأقاليم الصناعية اللي تقع في المنطقة الساحلية عندها مميزات كبيرة، من مميزات سهولة النقل، لأن مكتفي في النقل تنقل هذه البضائع بالمواقف، وإذا نقلت هذه البضائع مثلاً بوسائل نقل غير البواخر العملاقة يكون ترتفع فيها تكاليف النقل. فدائماً نشوف إحنا مثلاً معامل تكرير البترول خصوصاً في الدول المتقدمة دائماً تبنى قريبة من الساحل حتى تشحن البضائع بناقلات بمشتقات البترول. فإذا لابد أن تكون مرافق الصناعة قريبة من الأسواق حتى تبيع المنتجات قريبة من وسائل المادة الأولية حتى تكون تكلفة النقل عندما تنقل المادة الأولية قليلة، وتكون قريبة من الطرق الحديثة، وتكون قريبة بنفس الوقت من الساحل أو من الموانئ حتى يتم عملية التصدير وعملية الاستيراد يعني بصورة سلسة أو سهلة. عندنا العامل الثاني المواد الخام. ماكو زراعة أو ماكو صناعة تقام بالمواد الخام. المواد الخام الأولية قسم يكون معدنية وقسم يكون زراعية. يعني مثلا زراعة اللي تنتج السكر، يعني مثل المحمل اللي كان موجود يشتغل بالثمانينيات واعتقد بالتسعينيات، إيه بس بالثمانينيات بعد الحرب القليلة الثانية وقف هذا المحمل. قصب السكر الموجود في المجر وين كان موجود؟ قريب من مساحات واسعة لإنتاج قصب السكر. حتى تنتج السكر لازم عندك المادة الأولية. القطن والجود والمطاط الطبيعي، المواد الحيوانية الغابية البحرية المختلفة يجب أن تكون قريبة من المعامل اللي تعتمد على المادة الأولية الزراعية أو الحيوانية للإنتاج. ودائما نلاحظ إن المادة الخام الزراعية ثقيلة الوزن يستحسن وجودها قريبة من التصنيع. ليش؟ لأنه كلما ثقل الوزن طالت المسافة ارتفعت تكاليف النقل، وكلما ارتفعت تكاليف النقل ازداد سعر المادة المنتجة، وكلما زاد سعر المادة المنتجة وعرضت بالأسواق راح يكون الطلب عليها قليل. هو هذا خاص بالمعادلة. ونشوف أيضاً معامل صناعة الجود، هي أيضاً دائماً تقام من مراكز صناعتها قريبة من مصانع الأخشاب. ليش؟ حتى تكون قريبة من الإنتاج ولا تحتاج إلى تكاليف نقل عالية. المادة الأولية المعدنية ليس من الضروري أن تكون قريبة من مراكز التصنيع، بس شنو الضروري؟ الضروري أن توفر لها وسائل نقل رخيصة، لأنه مو كل معمل، يعني مو كل الدول بها إمكان، مثل اليابان يعني أو دول ثانية أحيانا تنتج معامل، تنتج صناعة الألومنيوم وصناعة الحديد أو صناعة المكان، بس هي ما عندها حديد،
الخارج. او اليابان مثلا ما عنده النفط البترول ومشتقاته حتى تحرك المصانع، تستورده من الخارج، فمو من الضروري يكون المصنع قريب من هاي الماده. لكن شنو الضروري بالمواد المعدنيه الاوليه؟ ان توفر لها وسائل نقل رخيصه بعكس الماده الاوليه الزراعيه اللي تعتمد عليها الصناعه. وبنفس الوقت يجب ان تكون المراكز الصناعيه الكبيره جدا قريبه من الموانئ حتى تنقلها، او قريبه من مصادر المياه نقل المياه حتى تنقلها بالنقل المائي اللي يكون ارخص من النقل البري. نجي مصادر القوى المحركه اللي هي الطاقه. لا توجد الصناعه بدون طاقه، كيف تستطيع المعامل ان تدور اذا ما موجوده الصناعه؟ كل المعامل حتى الطاقه الكهربائيه وكل شيء، اذا لم يكن هناك مصادر للطاقه، قسم من هذه المصادر او المعامل تعمل بالديزل، قسم من عندها بالنفط الثقيل، قسم من عندها بالبنزين، قسم من عندها كثير يعني حسب انتاج المعمل بالغاز، قسم من عندها على انتاج الطاقه الكهربائيه، وقديما كانت يستخدمون الطاقه الكهرومائيه، يعني يكون المعمل او الطاقه تتولد من المساقط المائيه الشلالات، تتولد بعد ذلك بواسطه التوربينات تتولد الى طاقه كهربائيه، فالمصنع يكون قريب من هاي الشلالات. وبعدين من اكتشف الانسان الفحم تغيرت الامور، وبعدين اكتشف المحروقات الحديثه ايضا تغيرت الامور بنفس الوقت. يعني من اكتشفوا الكهرباء والطاقه الذريه بعد ما صار يجب ان نعمل يكون قريب من المستقبل او قريب من يعني من ليش؟ يعني من المعمل اللي يشتغل على الكهرباء ممكن اسلاك تنقل اليه الكهرباء. مصادر المياه يجب ان تتوفر كميات كبيره من المياه اللي تساعد في عمليه تبريد المصانع. ماكو مصانع يكون بالصحراء، يجب ان يكون المصنع او الطاقه الكهربائيه قريبه من مورد مائي، هي تساعد على عمليه تبريد المكائن الضخمه. مثلا معمل الحديد والصلب، يحتاج معمل الحديد والصلب يحتاج المصنع الواحد اكثر من 60 مليون جالون من المياه يوميا. مصنع لب الخشب او الورق يحتاج 20 مليون جالون من المياه يوميا، الجالون طبعا هي وحده قياس المياه. فاذا من الاهميه ان يكون المصنع قريب من مصادر المياه، ولكن هناك شيئا يجب ان يكون او يؤخذ بنظر الاعتبار. شنو هو؟ انه الفضلات اللي تنتج من المحمل لا ترمى في الانهار، لانه المخلفات اللي تنتج من المعمل ترميها وين؟ في الانهار، راح انت تساعد على التلوث وبالتالي تؤدي الى تخريب البيئه، خصوصا النفايات اللي تنتج من المصانع الكيميائيه او المحطات النوويه، هذه كارثه اذا القيت في الانهار. الظروف المناخيه لها دور كبير، تاثر على الصناعات بمختلف انواعها قديما وحديثا. بس الان في هذا الوقت فقدت اهميه الظروف المناخيه. ليش؟ لان التطور التكنولوجي اللي دخله الانسان في المصنع راح صار في تبريد وتدفئه. فما يهم يعني انه انت في منطقه بارده تقل فيها درجه حراره تحت الصفر، لكن التطور الحديث تستطيع ان تكيف المكان بتدفئه مركزيه. وليس من المفروض انه انت في منطقه ترتفع بها درجه حراره 50 او اكثر تستطيع ان تدخل التبريد في المخازن وفي المعامل، وبذلك لا تشعر في درجات الحراره اذا انخفضت ولا تشعر في درجه الحراره اذا ارتفعت. اذا التكنولوجيا قللت من اهميه ظروف المناخ. هذه العوامل الطبيعيه. العوامل البشريه المؤثره على الصناعات، اول شيء الايدي العامله. كل الصناعات تحتاج الى ايدي عامله فنيه، ماكو صناعه ما موجود بها ايدي عامله فنيه، يعني انت اذا عندك مصنع تروح تجيب له من المصدر يعني شغل ولا مثلا؟ الايدي العامله تختلف، اكو ايدي عامله ذا خبره، واكو
ايدي يعني فنيه وايدي عامله متوسطه وايدي عامله بدون خبره، مجرد ايدي عامله شلون يشتغلون الان في البناء، يشتغلون في النظافه، يشتغلون في التوظيف الى امور كثيره. لا، المصانع تحتاج الى ايدي عامله فنيه بالدرجه الاولى، خصوصا اللي تكون على درجه عاليه من الكفاءه والخبره، خصوصا المهندسين. ليش؟ حتى يصينوا المعمل وايضا يشغلوا اقسامه وايضا ينتجون انتاجا ذا جوده عاليه، لانه دائما الجوده لها دور كبير جدا في السلعه اذا عرضت في الاسواق. انت تروح عند قميص صيني وعند قميص تركي، من ايهما الافضل؟ تروح للتركي، صح؟ مثلا هو 17,000 او 20,000، الصيني ب 5,000 او 3,000، بس تلبسه مرتين وتذبه بالشارع. فالجوده لها دور كبير. او تشتري لك مثلا سياره ياباني وسياره صيني، طبعا انت تفضل السياره اليابانيه. ليش؟ لان بها جوده وبها مكانه وبها كذا. فاذا الانتاج له دور كبير ويرتبط بالايد العامله الفنيه. شنو السبب؟ حتى يكون الانتاج ذا جوده عاليه، واذا كان الانتاج ذا جوده عاليه راح تكون منافسه تعرف بالاسواق، والمنافسه شديده على الماده المنتجه. طبعا الناس يتجهون دائما الى الانتاج الجوده العاليه والمكان. زين، نشوف مثلا هناك صناعات تحتاج الى ايدي عامله كبيره فنيه، مثل مصانع الطائرات، السيارات، القطارات، تحتاج الى اموال كبيره طائله. زين، وجود الكثير من الايدي العامله القريبه من المصانع يجعل فائضا فيها مما يسبب خفض مصروفات اجور العمل. يعني شلون؟ دائما الايدي العامله الكثيره في مناطق المصانع راح تقل اجورهم. ليش؟ لان تتعرض الى العرض والطلب. شلون يعني العرض والطلب؟ يعني انت مثلا اكو فرق اذا انت تبني منزل مثلا وايدي عامله كثيره، ايدي عامله بالبناء كثيره، فهنا راح تقل سعر الايدي العامله. ليش؟ لانه الفائض بالسوق يتيح حريه الاختيار. يعني هذا اذا 25، اذا اكو غيره اخذ غيره يعني. ما اجي ليش؟ لان اكو متوفر كثير. لكن الايدي العامله اذا شحت بالسوق فانت تضطر انه تاخذها ب يعني مقابل اموال عاليه. ولذلك ينصح يقال انه كلما كثرت الايدي العامله في المناطق مناطق المصانع راح يكون دورها اقل مما وشوف على اليابان. معظم صناعاتها خصوصا بس نقلتها خارج اليابان. ليش؟ توفر ايدي عامله رخيصه. في اليابان ايدي عامله قليله جدا. نقلت تشوف الان سيارات التويوتا تنتج في ماليزيا، سيارات التويوتا تنتج في الفلبين، سيارات تنتج في استراليا، سيارات تنتج في كندا ولا غير ذلك، بتوفر الايدي العامله اللي موجوده خارج البلد. واذا توفرت ايدي العامله معناها تاخذها برخيصه. راس المال له دور كبير جدا. لا تقام صناعه بدون توفر راس المال. ليش؟ تحتاج انت بالحقيقه تحتاج اموال لشراء الارض، تحتاج اموال لجلب المكائن، تحتاج اموال لجلب الماده الاوليه، تحتاج اموال لمصاريف مثلا تنفقها على الطاقه، تنفقها على استيراد بعض المحاصيل، بعض الاشياء اللي يحتاج المعمل من الخارج. فاذا راس المال له دور كبير. لا راس المال، يعني بدون راس المال لا وجود للصناعه. بدون راس المال لا وجود للصناعه. السوق العامل الاساسي ايضا، لانه الاسواق الداخليه والخارجيه لها دور كبير في تصريف البضاعه. يعني اذا احنا نقول مثلا من نقرا التاريخ نقول ليش مثلا الدول الاستعماريه، دول مثلا بريطانيا وفرنسا وهولندا، ليش يعني استولوا على كثير من الدول المستعمره؟ شنو السبب؟ السبب لانه يريدون اسواق تصريف البضاعه لهم، بضاعتهم. فبدون الاسواق لا يقدرون بيع المنتجات. وهناك اسواق مختلفه، اسواق ذات قيمه نوعيه واسواق ذات قيمه عدديه. شلون؟
منطقة ذات الكثافة السكانية عالية، بس الدخل ماله تعبان قليل جدا يعني. الحالة هذه البراءة ما تصرف سريعا، وإذا تريد تصرفه فإذا تصرفه ب يعني مقابل أموال ليس طائلة. لكن لو كان عندك أنت مصنع قريب من أسواق الناس اللي بيها دخلهم عالي، دول راح يدفعون أموال طائلة في شراء المنتجات اللي معروضة بالأسواق، وبالتالي أيضا على المعمل أن يأخذ بالنظر الاعتبار أذواق الناس. يجب أن يكون التصنيع متوائم مع أذواق الناس حتى يتم تصريف فضاحته بسهولة. وسائل النقل طبعا لها دور كبير، عندنا وسائل نقل برية، عندنا وسائل نقل جوية، عندنا وسائل نقل بحرية، وعندنا وسائل نقل نهرية. والوسائل نقل البرية أفضلها هي نقل بالسكك الحديدية. النقل المائي أيضا له دور كبير جدا، ليش؟ لأن تكاليفه رخيصة. فالدائم من وسائل النقل اللي تحتاجها الصناعة هي تبحث عن وسائل نقل رخيصة، حتى إذا كانت وسائل نقل رخيصة راح يربح المصنع في إنتاج البضائع أكثر مما يتوقع. لكن لو كانت وسائل نقل عالية ما راح يكون هناك ربح في المنتجات، لأنه دائما التاجر أو المصنع يحمل البضاعة أموال يضيفها على السعر، خصوصا سعر وسائل النقل. زين، مثل التوزيع الجغرافي للأقاليم الصناعية بالعالم. الصناعة بالحقيقة انتقلت خلال القرن التاسع عشر من موطنها الأصلي اللي هو بريطانيا. أول ما اكتشفت الصناعة في بريطانيا، وبعدين انتقلت العالم، انتقلت إلى أوروبا وأمريكا الشمالية، انتقلت إلى شمال غرب أوروبا، انتقلت إلى آسيا، انتقلت إلى أفريقيا، وأصبح لها أسواق، أصبح لها محاكم، وأصبح لها رسالات، وأصبح لها كثير. لكن بالحقيقة لم تنتقل الصخور، لأنه معظم أو مو معظم كل
المعادن الموجودة بالصخور. يرتبط المعدن بنوع الصخور. يعني بعضها مثلا صخور نارية. هاي الصخور تكونت منذ زمن قديم ترتبط مع الأرض. احنا نعرف انه الأرض درستوها في الجغرافيا الطبيعية. الأرض تعرضت إلى ثلاثة حركات بانية في الجبال. اللي هي الحركة الهرسينية والحركة الكالدونية والحركة الألبية. وتعرضت الأرض أيضاً إلى حركات تكتونية اللي هي حركات الرفع وحركات الهبوط. وبمرور الزمن منذ أن وجدت الأرض واستقلت عن الفضاء الخارجي حسب نظرية الشعاع، حسب نظرية السديم، حسب نظرية السحابة اللي درستوها أنتم، بدأت تتكون الصخور. والصخور تكونت نتيجة لعمليات تكتونية باطنة، فتكونت الصخور النارية صلبة اللي ترسبت بعدها فوقها صخور أحدث. صخور النارية مثل أهمها الجرانيت. زين، تعرضت الصخور إلى عوامل تعرية. مثلا الصخور الديوريت ارتبط وجودها بمناجم الذهب، بعض مناجم المنجنيز، صخور البازل، صخور الديوريت، الجرانيت. تمتاز الصخور النارية بوجود عروق لبعض المعادن. زين، الصخور المتحولة هي عبارة عن تحول أو حالة وسط بين الصخور النارية والرسوبية. مثل من الصخور المتحولة النيس، الشيست، الكوارتز. هاي الصخور تحتوي على الذهب، تحتوي على معدن الكروم، تحتوي على حديد المانجين، تحتوي على ذهب، هامات ومركبات الألمنيوم، المغنيسيوم، النيكل، النحاس، التيتانيوم، معادن لافتزية. كل هاي موجودة وين؟ بالصخور المتحولة. الصخور الرسوبية بالحقيقة هي عبارة عن مفتتات عبرت عوامل تعرية فأرسبتها على طبقات مكونة صخور رملية طينية حصوية موجودة في قاعان البحار وبحيرات اللي تولد نتيجة لترسبات تراكم بعض العظام الخاصة بالحيوانات عبر الزمن. الصخور الرسوبية فيها عدة أنواع، منها الصخر الجيري والطباشيري. والصخور الرسوبية شنو موجود؟ موجود الرصاص والزنك والمنجنيز والفحم والبترول. كشفت المعادن اللي تكون قريبة
لاستخراج